احنا عندنا فيسبوك سامي 27/3 27/3 وخطيبته 17 فبراير. 27/3 برج الحمل وخطيبته 17 فبراير برج الدلو. والله دي هتشيبك هتشيبك. دي احسن حاجه حصلت لك. يستاهل يستاهل. والله يستاهل. لان طيب. برج الحمل برج ناري وبرج بيحب المغامرات وبيحب يلم حواليه حاجات كتيره. وبرج الدلو بقى مش عايزه اقول لك هتلففه كده لانها يعني مش سهله. وعندها ايه يعني تلبس ده عامل ده اقوى وتلبس منه يعني هتعرف تسيطر وتاخد حقها. لا الحمل اقوى من الدلو لكن الدلو تنتقم منه كده 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 كده. طيب بصي في كمان 9/7 ده برضو ولد وعايز يسال عن الحب وعن العمل.